سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم طريقه تحضير سباغيتي افيك صوص بلونش بصدر الدجاج. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. بالنسبه للمقادير، انا هنا عندي صدر الدجاج قطعته الى شرائح بهذه الطريقه، عصرت عليه نص حبة قارص ودرت له التوابل. بالنسبة للتوابل درت له ملح، درت له شوية كوري، شوية زعفران، شوية كركم وفلفل أسود وشوية زيت. خلطته مليح وخليته في الفريجيدار مدة ساعتين. بعد ما جازوا ساعتين جبت هذاك صدر الدجاج، راح نقطعه إلى قطع بهذه الطريقة، وراح نحط فيه الجبن، كمية من الجبن راح نروليه، نحط فيه الجبن ونروليهم بهذا الشكل ونغلقهم بليكيوردون باش ما يتفتحوليش. بعد ما كملت روليت كامل صدر الدجاج بالجبن، حطيتهم في مقلاة، حطيت عليهم قطع من الزبدة وزدت لهم شوية زيت وخليتهم يتقلوا على نار قليلة حتى تقلوا مليح. بعد ما تقلوا مليح راح نزيد عليهم حبة بصل مرحية وشوية ثوم، راح نزيد كمية من المايس. بالنسبة لي أنا نحب بزاف المايس في هذه الوصفات، وشوية معدنوس وشوية فلفل كحل، ونخليه يتقلى مليح البصل مع هذاك الدجاج. بعد ما تقلى مليح زدت له كمية لاكريم ليكيد، كريمة سائلة، وغطيته وخليته حتى شرب كامل هذيك لاكريم. هنا عندي سباغيتي، من الأحسن نستعملوا النوعية المليحة، أنا قطعتها لاثنين. كنت درت الماء يغلي شوية، ما درت له شوية زيت شوية ملح. بعد ما غلى الماء راح نحط فيه سباغيتي، نحطها تغلي مدة 8 دقائق. بعد ما يجوز 8 دقائق راح نطفي عليها ونشللها بماء بارد ونحطها في كسرونة. راح نضيف عليها لاصوص بلونش بعد ما وجدت. نفرغها عليها ونخلطها مليح، نخلطها كامل باش تخلط مع لاصوص. زدت لها كمية من الكريمة وخليتها، غطيتها وخليتها حوالي 4 دقائق. بعد ما غلات مدة 4 دقائق وشربت كامل العصوص، طفيت النار ودرت لها جبن مبشور وغطيتها. سباغيتي صوص بلونش راه واجد، يعني الريحة تاعو راهي تشهي. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا. سلام.